لو حسبت انك محظوظ اذا لقيت 4 أو 5 حبات دايموند جنب بعض فانت حرفيا لست محظوظ ولا شيء، لانه العدد الطبيعي لوجود الدايموند في الشنك الواحد، واقصد بالشنك هو 16 على 16 بلوكة، هو ما بين الواحد والسبع حبات دايموند. واذا كنت محظوظ جدا راح تلاقي 10 حبات، ويب فكرة المقطع صارت واضحة للجميع، ففي هذا الفيديو راح نحاول اننا نلاقي اكثر شيء نادر موجود في ماينكرافت. لما تدخل الى معبد الصحراء او الانشين سيتي، اول شيء راح تفكر فيه هو الصناديق اللي حرفيا راح تكون مليئه اما باللوت الخايس او باللوت الحسن اللي راح يكون زيك، مثل النيم تاج وسرج الحصان او الجولدن ابل المطوره اللي حرفيا لو لقيتها راح تكون من المحظوظين، لانها حرفيا ما تنسى في السيرفايفل وتمحظ في الطريقه حق صناعتها. واذا حبيت تعرف اكثر عن الموضوع تابع مقطع الاشياء المحذوفه في قناتي. المهم هذه التفاحه حرفيا مره مفيده لانها راح تعطيك 6 قلوب اخرى مع المزيد من المميزات الاخرى، حرفيا مع كل هذه المميزات سيكون سبب ندرتها واضح للجميع. الخروف في ماينكرافت كائن متواجد بكثرة في العالم العادي، الا في اليوم الاول سيختفي وما راح تلاقيه، ويمكن انك تندعس منه الوحوش في الليل. المهم الخروف له الوان مختلفة، مثل اللون الابيض هو اكثر لون شائع في ماينكرافت وراح تلاقيه في جميع العوالم، يليه اللون الاسود والرمادي اللي راح يكونوا متواجدين بنسبة اقل من الابيض، ولكن الخروف الوردي هو اندرهم لان نسبة ايجاده في اللعبة ضئيلة جدا، هي 0.164% تقريبا، وجدت النسبة في موقع ماني عارف اذا هي صحيحة او لا. لما تقاتل التنين في ماينكرافت وتخلص عليه راح يفتح لك بوابة جديدة راح توديك الى عالم اخر، لكن قبل ذلك خلينا نتحدث عن بيضة التنين اللي راح تلاقيها فوق بوابة العودة في اللعبة، اللي حرفيا تعتبر من اندر الاشياء لانها راح تجيك مرة واحدة فقط في اللعبة. يمكن بعض اللاعبين يقولون هذا غلط، ولكن خليني اشرح. بامكانك اعادة التنين نعم، ولكن البيضة لن تعود معه ايضا. اذا بحثت عن بوابة اخرى راح توديك الى نفس العالم السابق، واذا تجاهلنك لتشتت راح تلاقي انه كلامي صحيح. والحين خلينا نتحدث عن البوابة الاخرى، هذه البوابة راح توديك الى عالم اخر بهذا الشكل، وهدفك هو البحث عن السفينة اللي راح يكون فيها ايضا شيء نادر اسمها الاليترا، اللي حرفيا راح تلاقيه فقط هنا، وفائدته هو جعلك تطير مثل التنين، لكن بامكانك ان تجيبها اكثر من مرة، لانه ما يوجد سفينة واحدة في العالم، لكن السفينة لحالها هي شيء شبه نادر في اللعبة. اذا سألتك الحين عن اندر موارد موجودة في اللعبة، يمكن تقول انها الدايمود او النذرايت، ومع انك صحيح في كلامك الا انه في شيء اندر منهم وما راح تتوقعه، فهو حرفيا الفحم. يب يمكن تقول انه متواجد في كل مكان، لكن انا ما اقصد هذا الفحم، بل اقصد هذا اللي هو عبارة عن شكل الموارد في الطبقات المنخفضة في اللعبة. بعد التحديث صارت الكهوف اعمق، لذلك تم اضافة انواع جديدة من البلوكات مخصصة لاعماق الكهوف، وتم تطبيق الفكرة على الموارد. المهم ادنى ارتفاع للفحم هو 11، بعدها سيكون من شبه المستحيل ان تجده، وهذا النوع من البلوكات متواجد في الاحداثيات السالبة فقط، لذلك اذا لقيت هذا النوع انصحك انك تاخذه معه وتحتفظ به. نفس الامر ينطبق على الاميرال، فهو حرفيا نادر بهذا الشكل اكثر من الفحم. حتى الباندا من اضرب الكائنات في العالم خصوصا في ماينكرافت، خلوه اضرب حتى وله انواع كثيره، الكبير والصغير واللي يدحرش حرفيا، ايضا المريض الذي سيعطس، ولكن هناك جانب اخر منه فهو حرفيا يملك اندر فصيله في اللعبه وهو الباندا الرمادي، اندر حتى من الخروف الوردي، في معظم الاحيان سيكون عجوز. رؤوس الوحوش اللي حرفيا ما راح تلاقيها في اي مكان في اللعبه، ولكن مع ذلك هناك طريقه وحيده لحتى تحصلهم، وهي كالاتي: لازم انك تحصل كريبة مشحون اللي حرفيا راح تجيبها عن طريق ضرب البرق فيه، وهو من النادر لان نسبة ان يضرب البرق اللاعب هو 7%، والوحوش لها نفس النسبة. بعد ذلك لازم تخليه ينفجر جنب الوحوش، لما تسوي هذا الشيء راح تلاقي جميع الوحوش اللي ماتوا طيحت رؤوسها، لكن انتبه لان انفجار هذا الكريبر اقوى من الكريبر العادي ب5 مرات. الديسكات في اللعبة نادرة مرة لانه نسبة انك تلاقيها في الصناديق الصغيرة جدا وفقط داخل سبونرات، لكن هناك طريقة اخرى لحتى تحصلها، وهي انك تقتل الكريبر بسكيلته، وهذا شيء مرة صعب، لذلك مع هذه الطريقة تبقى الديسكات نادرة جدا. التوتم في اللعبة شيء مرة نادر لأن الطريقة الوحيدة حتى تحصله هو أنك تقتل الإيفوكر الموجود فقط داخل القصر، وهذا المكان حرفيا هو من أندر الأماكن في اللعبة، فنسبة إيجاده هو 11% فقط. طول الفيديو نحن نتحدث عن الأشياء النادرة في عالم ماينكرافت، لكن إذا قلت لك أنه في شيء نادر في واجهة اللعبة، واللي هو إذا كنت شخص محظوظ ودخلت اللعبة راح تلاقي أن جملة ماينكرافت انعكست. والحين بعد ما تكلمنا على الأشياء النادرة، هذه الأشياء يمكن انها صارت لاي لاعب تقريبا في اللعبه، ولكن الحين الاشياء اللي راح اتحدث عنها الحين نسبه حدوثها شبه مستحيل، فخلينا نبدا. بوابه الاند شيء من الصعب والنادر نسبيا انك تلاقيه، لانه مره ينرفز جميع العيون، بحث مره متعب، ولما تلاقيها في الاخير راح تلاقي البوابه فارغه ما فيها عيون. اذا كنت محظوظ راح تلاقي 3 أو 4 عيون، لكن هذا الشيء من المستحيل تقريبا انه يصير، اللي هو انك تلاقي بوابه مفتوحه. حرفيا هذا عند الاشياء اللي راح تصير لك في اللعبه كامل. زومبي صغير
الصغير راكب دجاجة. الزومبي الصغير حرفيا يقدر يركب أي شيء في اللعبة، حتى الزومبي نفسه، ولكن إنك تلاقي واحد صغير على دجاجة هذا الشيء نادر جدا. أنذر ستار، ولأنك راح تحتاج أن ترز من الوذر بوس اللي يحتاج 3 رؤوس، ومثل ما قلت سابقا الرؤوس من الأشياء النادرة ومن الصعب أنك تجيبها، فنسبة إسقاط الوذر سكيلتون لرأسه صغيرة جدا. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. حاولت في هذا المقطع إني أمنتج بأقصى قدرة عندي، فحرفيا أخذ مني المقطع أسبوع، فأتمنى إنه عجبكم، فلا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة. شوف هذا الفيديو تحدثت فيه عن أشياء غريبة حدثت في ماينكرافت.